بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 15 من مجالس مدارسة كتاب تحفة الأريب في معرفة غريب القرآن للإمام أبي حيان الأندلسي رحمه الله. حرف اللام، لجأ، باب لجأ والنجرة سين ملجأ نجرة، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ملجأ سندوم من جاتم بانا ولا تفكتني انت الرنقا، يعني نمي تفكتوا فكنا سنين ملجأ دنا ما من جاتنا. لغب، في باب لغب من لغوب نجر، وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب أي إعياء بانا، دالكي اللي نلقب نيت. وهذا رد على اليهود الذين قالوا ربين إركيف لفابوري قيجة دبدا دبين نان استراح يوم السبتيت قي سبتين نستت نادا دبين إن رب الله وإلى وما مسنا من لغوب والنيدا دبكا ونقب اللي ننجرتو جد ربين سبحانه وتعالى. والإعياء ضعف، والله منزه عن كل ضعف. دبيني بني آدم كان دبي ما تبيك ولا ربيني ما تو إن جرت ولا دبين ولا ربي سبحانه وتعالى دبي إلا الله فينا لله فينا لا رب را داهرة رب الله إن تلاف إن جرت لا باب الألباب. الألباب في كثير من آيات القرآن لأولي الألباب، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ألباب همان، الألباب العقول، العقول عقلي لي بانا يد البابي، هذا لبي لين عقلي، وهذا جميل. البابي عقلي لي بانا، والذي له اللب له لديه العقل. لزب، لازب جرا، لازب من طين لازبت في سورة الصافات. لازب أي لازم، وان والتجا اي لاسق بان والتمتنك واللازمه كنا بانا. والطين اللازب هو الملتزج المتماسك كولت الدرمه والقبته والتجباتك كنا طين رابو رنكون طين لازب ناغدفت من حما مسنون ناغدفت كالفخار ناغدفت دقنتن دق خليطا وعجبت ما لقبت كامل جوبن أما إلنا كجوجوكسن كمدة قصي تيت كأولي بعد تاريخ هذا سيلم بدنا كنا رابو رمت النبي بني آدم أكلن نوعيسون الرابو ربنا سبحانه وتعالى وكلها وصاف. لو اللات جرا لاتي، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. لاتي صنم من حجارة، صنم كتو كذا كاتشرنا من أخ ساقبو، كان في جوف الكعبة، كعبة قراتس اللي جرو كعبة قراتس كي ترد تعبد. لا يلتكم جرا في القرآن أي لا ينقصكم بانا، وتقدم على تكيس النوغة الدبرة لأنها لا يتمو على تأسل كنسي وعلى تكيس النوغة ديمة. لا يلتكم على قراءة الهمز من ألتا لا يلتكم، وعلى قراءة اللام لا يلتكم إلا من لا يتا تأمن لقد ينفين تانا ينقصكم. سنو نسقى من لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا بانا. عمل كيسا وماتك الرأس النسقى مياني عمل كيسا كاملة رقتني بانا. لفت لتلفتنا عن آلهتنا أي لتصرفنا بانت، لتلفتنا أي لتصرفنا، التفاتي من لجا أما لا لنسى. لفت لين وان لا لنسى مدنك قبا ونقول إن لفت مهمة وجزينا، يعني أرمي قال لا لبانا ليه هو مهمة. ورلي ونسي لتلفتنا نسيم بانتو أي لتصرفنا، أقول تنو ده بفتة يعني وان نخرف هو كسر كنر كعمل كالياشة تنا كان الر دخول نميل لشيفته وان دبي نميل لشيفته
كان بانتي لتلفتنا اي لتصرفنا وانو غير كان غير انو غادي نديبفتو لا هذا يلهث جرا ان تتركه يلهث ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث في سورة الأعراف أي أخرج لسانه من حر أو عطش وجهنا الرب سكباس أو داف أما ديبو در هذه سيتي ويقال للطائر والإنسان نمي بني آدم اللي يلهث نمي شبر اللي انت لهث سري اللي انت لهث شوف أفهون أمير وكباس كمو نمي وغدية الرب وغدية ما دون دوفتي الرباس كمو يلهث وني الرباس كمو يو لجج لجج لجي نجر منسوب إلى اللج أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه لجي سنن منسوب إلى اللج وإن تنسبها قبل لج نسبها قبل أكم كتابي أتيت تنسبت لجي اللين منسوب إلى اللج هذا منسوب إلى الكتاب مسجدي مصحفي يعني مثل ما تنسب إلى هذا هذا منسوب إلى اللج سينن وهو معظم البحر بحري ولا سكن نيت قدوتيني لج ليل بحري الله بيت بسانكم ولا مولكي سكن ولا يدو سكا ما مولكي ولا سنر رت قدونين مولكي سنين لج البحر لنا ما لج النهر ما لج وان بسانك وجس نات لج نسي ولا مولكي سي لقح لواقح الجرا لواقح وارسلنا الرياح لواقح في سورة الحجرات في سورة الحجر لواقح وملاقح لواقح ملاقح اللين تلقح الشجرة والسحابة كأنها تنتج والجيسيني ما يرن القاحي تدي مكاف دومين سل أكوان سين للشيفتو وجيسيني يعني ما فانكين أن تقريبا رمسي تيبانا لواقحي دبيشي قرأ دومين سقر لفت ربين واتقدر جيه بسان كان اتقدين جيه اتقدين لفت دومين سقان قدين دي امت دومين سبساني كان وارسلنا الرياح لواقحي تلقحها دومين سقان قرأ لقاح التوشتي كان بسان فولة شيفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلاتلدو بعد اسم قد وفته اكننا ما روبتو جيت لواقع الشجر اللي نكس درس قد دبران كيس النور قمر ذات الاكمام وجرو ايجو جرو اكتب مرتي تلقيحيا كتابيريا ك ما يراني ككور ما يصير على هي كاياني في كسيني سيني يت لواقح في ملاقح لو ان تقب ان تلقح الشجرات مكا ايف والسحابه اللي لقاحي تركانها تنتجه اكوان سين دلشيفتو ويقال لواقح حوامل وان يري اللواقح اللي دنين حامله ورحاملات اللواقح اللي دنين اي ملقوحات بان نجسل نالقح يعني بان جمع لاقح لانها تحمل السحابه دبيشن سنسين دومين سمبارت ديمتيني وتقليه وتصرفه وتقلبه وتصرفه غرغلتي تصريفيتي اوفتي ولا جيفتي جيفتي غرقبتي بعد لوحه لواحه للبشر او لواحه للبشر جرا مغيره بانك تغييريت كبشر كنا ما كان تغييريت بدلت كان كان باني لحد لا يلحدون جرا يلحدون يميلون عن الحق بانا ورحق الرا غره كير فول جيسر كاناتين لحد عن الحق يدا ملتحدا لين معدلا ومميلا ولا اتجورا اما ولا ات اوف ديفيس انت كان دبينا مير كان قبل ولن تجد من دونه ملتحدا اي ربي قم كانت ولا تديبيتي انجرت الحاده كان ست من التنكب للفطره أك فطرة جدا أك فطرة والجنامورا كأكسل عقلي شرعين وف كانت جنامورتون الحادرين وري نمك كمولن ك وان كرار رافدا الرجورسي كرادي بين برباد الحد فيه وان يتو أهل العلمين الحادي قرانك هي قدر ورسديرا
الإلحاد في آيات الله، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا تبانا. سن الحديث ماني يعني ور آيات دي ربي معاني دي ربي فدهم مليهم معنا دي بيتبربات ور بدل الله ويد الله تويد الله تد بدل العزيز ويد العزة. هذا كلها من الإلحاد في أسماء الله، من الإلحاد في آيات الله. معنى سين انتين الركاية، هذا من الإلحاد في آيات الله. الإلحاد لما يسوك القرآن كي يجر وايت أهل العلم الإلحاد في أسماء الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والرسماء ربي تلحد يقولون كريفون وقدم نسوني كغري وقلاتي كغري دد، وهم ينكرون بالرحمن. سير الرحمن فول بيت مثلا الله بيت ملا الرحمن بيت، أما ميه اللاتي كان الله رألو فتيني عوزا كان عزيز رألو فتيني وهكذا. وهذا كله من الإلحاد في أسماء الله. الحادثة دي سأليني ويت إلحاد في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. دوبا الحادي حرم الليمان إنه أولى معظمة مكرمة تربين حرمتك تأكنا نمي حرم نميدس دي في حقي سكر ربي دي بس دقيسي. هذا إلحاد بالحرم. دوبا كان في إلحادين وعسون سدين يتي قالوا عفى الله عنا وعنه. زمخشري اجتمعت فيه الألحاد الثلاثة، الحاد السدين وينافلته. كان جار الله في الحرم وكان يلحد في آيات الله لأنه يفسرها على طريقة المعتزلة، إن جعل الله إن خلقناه قرآنا عربيا سيننا. وكان يلحد في أسماء الله لأن الأشاعراني معتزلاني في باب الأسماء قريبة من الجهمية. لدد على الدلخصام جرى، على الدلخصام جرى. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ربنا شديد الخصومة بانا كدودي قدا كدودي نساهمتو كدودي نسان سبلا نكاكنا بانا. لبدا للبدا نجرى لبدا، لبدا أي كثيرا بانا من التلبد، تلبد الردفنين، تلبد ما كأن بعضه على بعض. أرين ميت في سورة البلد لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا، يعني أري قد بعسيبان. يقول أهلكت مالا لبدا، لبدا أي كثيرا من التلبد كأن بعضه فوق بعض أو على بعض. أري ولدت التاو كأكنا كلبدا كأكنا باسد. لبدا، لبدا كادوا يكونون عليه لبدا في سورة الجن. لبدا سن جماعة واحدة وجماعات اسين جماعة جماعة كان رجعي في يهودي جنين كادوا يكونون عليه لبدا، أليس كذلك؟ أيدنا كسيو كادوا يكونون عليه لبدا أي جماعات واحدة واحدها ليدة وجيسين تكو ليدة لأن جماعة تكو، ومعناه يركب بعضهم بعضا. والرجنين قالوا تسلوا ولا تتيبانا ولا رفض أغبتي ولا تولى أغبتي بانا. لذة جرى من خمر لذة للشاربين مثلا أي لذيذا بانا مياه بانا، لذة أي لذيذا مياه وبانا ورقوا مياه كان ربي انتج. لو ذال لواذا نجرى لواذي يتسللون، لواذي سموان بانا يستر بعضهم بعضا. لاذي أصل كنسي لاذي بالشيء معنى التجأ له وتستر به وجانا ميتوك كنسي أولكي كي سفرك والوفتاني سيفتر جينا يتموك يلفاس لوكات أما ربات. هذا هو اللواذو ربات شاسوني اللواذي لنين يستر بعضهم بعضا مقاسي مقاسان لبي يستر. أما وان وين وفسترتون تا كنمين أقر لنا مدرا وقرستون كاكنا بربادت. يتسللون منكم لواذا يعني لوكات لوكسان دوخسان يسين فستر كان دكتور كومباتي بانا. لمزا يلمزك جرا يلمزك في الصدقات فينعطون، والذين لا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات
وغيرها من باب اللمزة ونلمزة سنجكتم ماني يعيب كبانا يغني كامت يغني كارتغ نغراغ بتخلدها يعيب كبانا إسان عيب إساوانا لمزة فلان وفلانا معنى عابه إن عيب إسابانا عيبت الرئيم إبانا لمزال عياب وليس غياب غيابا متي عياب بانا كعيبتي قدا كعيب إسا قدا سن عيابا وهو اللمزة لمزة وزن فعلة يعني صفة مشبهة تشنيف وانو ميساتو يوها كانوا أكلوا ميسات وكانوا مجراغا يعني هذا ميسات وكسيتشو أقل نملة مزي ويل لكل همزة اللمزة أيوة وقيل وايد أن لمزة سنبانا تفسير له ميسو ككيجرد الغماز في الوجه بكلام خفي كفولان هاتو دبير أخصى خبط يعني إلنا ما تفسنان عربنا ما بافنان أكتيفويو كفولاني كلام رخصة قبل ما باسوني لما زهرين وهو أيضا من العياب من العياب أو من العيب نم يبيس أن تكم واني فرق قدان انجر لقط فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا التقاط سمان وإن أخذه على غير طلب ولا قصد فلتشا برباد العانتي فلتشا اتقصد العانتي كانوا متي فورا كنان التقاط ليت لقطان سنفع في أبواب الفقه وفي أبواب الحديث كيسة سنجيت والله فقفودني لم يكن كو والله فبرباد الدين ديم كوتي والله فتكرت قفودي الدين ديم أما وان فول كيدو في كسان تنقصدين قفور كنان لقطا دنين أحكام تنسي اللين في كتب الفقه أم وريكم أن جنود فرعون التقطوا موسى جا كسيتي ناكو تيوان المان دي راكا وقت سندلاتا نم دلا دي بركا غبطو نم لو فاتيكي سغبيد ان دغري سيتي نينجرو امو نا ربي نتقدر يمنا ارد قال كسني في بدي كسا قال كسني في سوم دي مغا فدت التقاطا كسبانا لمما اللم مجرى لما مسغار الذنوب بانيا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمما إلا اللمم إصغار ذنب بانا ويقال ويرني اللمم سن لم يلم بالذنب ثم لا يعود لما يلم بالذنب ثم لا يعود كذنب سيندو بتندبين اللمم ديت هو تفسير بعيد كذنب مرة دكتور شبرا ديت بان كتندبين كيسابي كنان اللمم ديت ألم بالمكان الفلاني يعني تنني ألم به يعني ونكون وان تقول اسمره تقوى ما يتقول تن الردي متين وجالسين أما ذنبي مره تقسيني اتندبي نين لما ميدا سيتو أما آيات دين كيسين اتخيلتون اللين وهو الواضح في النصوص الأخرى أقلم مين صغار الذنوب مفسرا كبائر الذنوب اللي أرلوني صغائر الذنوب كسين اللمم تاتو الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم لمم يكون بني آدمي قد نفرر وين عنده ومن رحمة الله وسعته نفرر وين عنده ينجر لأن كل ابن آدم خطاء كبائر تفرر يكسنين عنده لكن دي تقوة ومن رحمة الله وسعته وهان مكفراتي سيزاي لوغة كويسين توك دبرتون كرك علم دبرتون كصلاة دين جماعة سي دبرتون ونجبتو مانتين دابت وان لوغة ربين داف يوسلا تل توبة في ديرين والنوكاين انقابا نويو غافير توبة نوفا نويو امتحانا انقابتني توبة مطلقة فاما يعني دوبة هذا من فضل الله نعمال ربي هيجرتي اق مكفراتي سيلا نسين زايد لوغا كربين كدافون كسومي قدوف داف كجمعا قدوف تداف تكا لما ميكون دوب ربيني اكسين سوا يو امو مع النادي بيتو تشاني والد دي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم صغيرتها مرة بعبارة أخرى شرعين الراعي التعبيرية يكبرت الأبان دي قون قد افتتان بانا سيئاتكم سنن إلا اللما مالا كذلك إلا الصغائر منها بانا لمن إلا شديدا بانا وتأكلون التراث أكلا لما أي أكلا شديدا نيات قد نيات تنشو يعني مبوب دني بانا هلما إلينا نباب اللمم جرى هلما لنقرمي لفت
هلم ممكن لما هذه اللين فقط للتنبيه أكا أجا هذا نويني أجا فسرا في باب ذا كيسا دفنين مثلا لأن أصل هذا ونن ورتي أمي موجر رسول اسم إشاران ذا ها إن كانت للتنبيه أجا كسي تاتا ها لماني أجا سمان تاتي هذه للتنبيه كان أمو رسول أنها كسمات اسم فعل لنين والتجرت هلما إلينا يقبل علينا هلما يعني أحضر أو تعالى أو أيتي أجا كان أنفسنا كسي والتجرت هلما إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أي أقبل إلينا سيتون هلما شهداءكم الذين يشهدون معكم أن الله حرم هذا هلما يعني أحضر هاتي يعني كوتين وي لوفين كان رد لوفين شيخين من هذا الباب وإلا هي في باب هلماني في باب الهاية أصل كنسي لوما اللوامة تجرى ولا أقسم بالنفس اللوامة أي الملامة بانا إيدي تنفتي إيدو أما نفتي وفي إيدو تاكناتيني اللوامة إذن وهي الملامة لام فلان وفلان معنا إني إيدي بانا إيدي إيدي وليكنا ولشيخ الإسلام رسالة قيمة اسمها رفع الملام عن أئمة الأعلام إيدي الرفول عن أئمة الأعلام مليم جرى أي أتى بما يلام عليه وأن سلعرت إيدا كاكناتين لفه فالتقمه الحوت وهو مليم إذا مليما حوت فلت مليما أي أتى بما يلام عليه وأن الرسل أيضا ككنات لفته لين لا ينال لينة نجرة ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة لينس النخلة بانا مكتمرتي بانا جمعها لين وجيسين جمع له قال لي لين الرجمع تردقها أغا مفردة إيه مفردة الكلمة لوجا لينة مفردة تاجق بسين جميع مولين إن شاء الله وهو ألوان النخل نوعي لي تمرتين تكايد يعني لوني ليسي ما لم يكن العجوة والبراني كعجوة اللي إنك براني اللي إنك رجعت فكان دي بنوعي ليسي سيند كان لينة يدنين وهو نخلة وريت تمرتين بين ولاتي إنك مكتمرتين ويا لنا قصة لنا وجهها أمو مكيت مرتي ولا بياتي كجرجر أك مخالة جرقبة أك جرقبة نظام كجرقبة لعنة لعنهم الله رب الله نيجو ما بان انطردهم بان رب تهدي رب تدي نهارس تيسير رفقي سيبان نهارس سبيل هذا تيبان لحن في لحن القول جرى عفوا في لحن القول إمالته إلى نحو تحريض أكا وانوين دجسي سني اتقر سنيني لحن القول لي في نحو تحريض يعني وانوين كاسني بانا لحن القول رتب بيتا يعني نميك موامو في ربي كتيه بدي النبانا النبانا نيده وفي إلى بانا نكسبانتي تفسيرك على تشريك على كل يعني قد يكون أحد تفاسير الآية ولا تعرف أنهم في لحن القول يعني تيوم بيتا أما يؤكد بيها كايا ورس مغالي سين بيتا ولا تعرف أنه كيف بداية الآية ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرف أنهم في لحن القول يعني أكربي كان اللي دبينون فهمتا يتوبانا أكربينون فهمتا ورقا ما خاسي سابوان بيتوبانا لففا ألفافا وجنات ألفافا نجرى أي ملتفة تولتي ورجاء قبط تولكي كايا قبط تمتا والكي سينام كمبانا جنات ملتفة يعني تا باسا تمتا والسيني والركا قبط تناني التفافا نما وجنات ألفافا أي ملتفة بانا تالتفافي أركاغبت والأركاغبت شان أركاغبت بانا تابسا واحدها لف ولفيف تكون سي دوبتك أما دوبا وان والتد دوبا منك كنا بانا بان لف ولفيف لفيو جاء أما واني نمر كيش أفهمت لها واني تكرق بان هذا لفيف
لفيتوك لكن لو جلب ميسر ديبسين هذا لفيف وإن كان ديبين كرد ديبسين نقول لفيف ديبين سون إنما تعتبر ما لفات لفالين دون ديبسين دون إن هكان دوبا أورولين دون إن مكيل موجا نوع كعب لفاتوك وجس سدي كعودك دوبا لين كان كعبات ملتفم بس وأول قبات يكون كامل ليه زي الفاف لفيفا جئنا بكم لفيفا في سورة الإسراء جميعا بانا شوف سنة ولي نفناني بانا والتفت الساق بالساق التقت يعني والتمرت تبانا والقبت شفتم ما من باب الالتفاف لفهم كان سيو والارقت تبانا التقت لأني أما التفافي نفس الالتفاف الفافا نف لفيفا نف كنتم ما والارورية كان لففهم تانا سالكين سنو ما والارقت تبانا والتمرت تبانا لحف إلحافا نجرا لا يسألون الناس إلحافا إلحاحا بانا اتدي الديبي عليكم السلام ورحمة الله اتدي الديبي فول لم يكتو تا نميسي مبارتو كون غاكا وغادات كان يدان كانت سبارتو وانا أعوذ بالله من هذه الصفة كاقو يكمو برجك تاريم الأخفتك دي نوف كاقا ويمكان درينو جافور كي نوفو كانت تشينغ دي مار من وباسا يدن هذه صفة سيئة جدا نام طالب علمي لا ينبغي له أن يصل إلى هذه الدرجة ودوبا تربين بانتون أما فقراء دير ردوبا شجراني لا يسألون الناس إلحافا يدن إلحا عنا من قافت بدي تيت الديبيتي نمقى قافت تيت الديبيتي وهي أصلا ما زي فولم توتي يوم بوسين الحاحب الجلال لير فولم تو لقف تلقف ما يأفكون جرى في القرآن أي تبتلع بانا اللي خمسيتي بانا عصا موسى نجي النبوس كأنه قال لك سي وانا قشني كان ارتقى جكسيت كاني كالسحري كان جفت من اللي خمسيتي تبتلعهم لمستم النساء جرر كناية عن الجماعي سي كناية الربان الجماعي الركنايته شن كان لمستم يجرر قال لك لمستم قراءة بيت النام قايون لوفن على قراءته لمستم سياخري سي تفسيري اترابتي عصاولي بيه لابي او لمستم النساء اما او لمستم النساء يعني كمن نواقض الطهارة هل هو اللمس الحقيقي كاركان كان قبطا كان مو أما لمسي قد كلانك قد بانني على خلاف بين أهلنا ورل لمسي أركاك نفسير ورل لمسي أركاك فسير ونجمعين تاين ويسين بريتو وهم الحنفية نحن أفتين ونجمعين تاين كويسين بريا فيه انجرتو وأن كان دمينك قم كانت ثم يصلون به وري لمسي جماعة فسرك غالتي كناية عن الجماع وهي كون وريك لمسي جناك جنا حنا كحنافتي جماعة فسر والنقم كانت ثم ويسين بريتوف كحنافتي وري دبي لمسي عادي يدوي مسر فسر كل لمس ناقض للوضوء دوب لمسي ناقض الوضوء كم يتجمهوري جمهورا كسقب غير الأحناف لمسي ناقض للوضوء لمسي ناقض للوضوء يكون كمي والقافة كل لمس وري لك شافعية كل لمس سواء كان بقصد أو بغير قصد ناقض للوضوء يجي إذا التقت بشرة الرجل الحر مع بشرة امرأة أجنبية عنه ويسنس النابرته حنا مالكية لنك قرباست لقى لمسي نبريا لكن لمسي نبريا دندو لمسي بقصدي لمسي بشهوة لمسي دنتري بي إنما يكون الرغب مالي لمسي عادي كأكنا إمبورية لمسي في مسي ما أنت الدجرة هيد اللمسي ردوبت على القراءتين حتى يوقت لامست ومت في وقت لامست ومت اللي لمسي قردو في قرآن كيس مالي مسي نلوف مسي وانزي يدا جسم باليد أجتر كان كن دغتو مسي يدا أركي كان يوت تخت بدون قصد تختكم مسي لمسي موجة قصدي قبتو يوسي ندا هي معنى قصدنا نقب لا يلزم أن يكون شهوة
أقرب كي نفط أنا نم كنا أودي فلا لو جرت أما النقص دي قبل دوجاتن ما قنني كان قبل دلا لما أجي نو دوف كان هذا لمس وليس بشهوة حرارة ساتي قبل سلا لو جر يبوس ساتي أكن نجا جوجي فكني رطب على لو فين ناقبل أما هذا لمسين كون قصد بقصد قصدين قبل لكن ليس بشهوة إلى الآن عند ال ونكون أما عند المالكية لمسيل سنت كلين بوري لمسيل قصدي ل لمسين بوري كيغير بقصد شهوة الله بوري أمو شافعية مجرد لمسين حتى يو خطأ وسمت أنك إن الناس كن تعال كان والقبض أنا قصدي لين بوري عند الشافعية وهذا هو ال باب كن كنا موجي كسل باب يسون قدر أخاف كندسا كنامينو حتى لا يتراخص الناس فيه إيه قوم والتر فنوي نامي دخل قوي سيفته شافعي يعني يوم يهتدي دري وجل الله كي جرت كنا كندسا رعايتي باب كي كنا أرماياتي دواف كي دخت طواف كيني ملايين البشر الطوافة وقول في دير تلنجا قرين قبتو تقدوك دي دوباني كمية إربي كيسي قديتا تدبي تسدد الباني دوك داني إرسي بوساني حالة دينجر تقول لين رافاكا چونا دابدي يو ويسيني يو ايجي توكسي توكتل لنا طوافينا بوري بين داخل ويسيفة داديقا ويسيفة تيقا ديبي يو قد ديبي أما لنا بوري أما لنا خي ديبي يقا وديبي ايجا نفرقنا وانكم بلاك مالكي يقا ناندسا لكا يدي ما يهدني إسيان قرأ كسبانا أمو لامستم قراءة لامستمي أوضح في باب الجماع لأن لامسا فاعل باب المفاعل اللي ما يكون إلا من اثنين من حيث الأصلي ضارباني نملم كوالدان تضارب فلان وفلان تفاعلا باب كين تفاعلا مفاعلا نملما مقلما ديم كان غنان لفت لا مسان وجاسم باب المفاعلا وجاسم جماع فكاتي أقرب إلى الجماع وجاسم لأنه من جهتين ملامسان سن مفاعلان سن يوم لامسا سين تاتي الباب أخف لبس لبسنا عليهم ما يلبسون لبسنا أي خلطنا الراولت دو نخني ويوان سيني أم درا ولت دو دخا بكن درا لولت درا نخناوي لو أنزل عليهم ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون يعني ونا ما أنت درا ولت دو يكون كم ربي نم بني آدمات إن قد دب ثاني وجلس له درا ما ولت دو دي كانوا ما يقرر له وريرت إلا إن ميتشي قدر جن كوك يوم الله يتهت له نمهم قدر جني نمسين فول بيت نمسين فول بيني ولت قد دف ديكن كاسين فول بيتو في الترقو ما في وكاسي وانا سينام شكيت كان كاسين شكيت كان وجاسو اللي الروم شكين سي جرابانا وليس من اللباس لباس سامت يعني وانو نمي كييتا موري كييت كان كاياني فيميت لبوس وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم دروع باناني عن بربريت كي بانا ويا أولكين سينا كولكين وفرا ديفيندن تكون واحدا وجمعا لبوسكن اما دروعكن تقول انت وجاني لو قال لدروعهم كان انت اكتفافو اكنو لبوسيو كان تقول لتك لبوس يوني لو قال لبوس دروع الا كذلك درعين مفردة او ان الدروع ايضا كذلك لهو الحديث لهو 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 بابو لهو لهو الحديث جرا ومن الناس من يشتري من دون الله لا من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل الله لهو الحديث هي باطله باطل الحديث بان اساوي انجر كما لا يعني قال كنا ننبثت في الجره نما يعني كنا مشغول كنا انت وكنا جراته كنا جراته يدين ابن عباس ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه وايده والله الذي لا اله غيره انه له الغنى غنى بانني هيسكي بانني كانت أينا أم الله هو باطل الحديث لأني لا بهني قد يكون أشمل باطل الحديث أغاني سنكيجرتي تدخل فيه دخولا أوليا
باطل الحديث أساو دبي ما تشالا كا وفرما وقت نوبه سنكا تصلاة دين نمد برتو كا عبادة ربي تنمد برتو كنت شفتم عن قدوم سينا له الحديث بل له الأفعال إن بي إن بيرا له فرلا الله على صلاة دي وقت يسينا مين منهم تتاي تي فيل تتا كل هذا من الله باطل سه ألهاكم يعني شغلكم ما يدني ألهاكم يعني من الإلهاء وهو الإشغال مشغولية بانا والناس الشغلية كيسا وريرسة التكاثر بانا تلهى فأنت عنه تلهى أي فأنت عنه تتشاغل هتراوف مشغولية بانا وكل هذا الباب من باب واحد لها وانكن باب لعبا وله ونجد أن كان طبعا في ومشغولا نبي لهوي لهوي يقول لهو الحديث سنون قسين ألهاكم التكاثر يعني أشغلكم من سنارتم قسين تلاحان سنجوتم ما نارتم قسين هذا من باب التشاغل بالشيء الذي لا ينفع لغوى لغوى باللغو جرى في أكثر من آية لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ما لم يكن يعتقد يمينا وانني يمينا ان اعتقادين اما اني سيتين اما اني ما ايمانان ان دين اما اني من ابراهيم لغويدوبا كيران ك مقامان يكسب لان ودان كان مير ارتين قصدين كدارت النمين دي بانا لا والله نعم والله يعني دب هالقفسين ما تات ملي كدارتي نميت قصدي والله كان انت سبحان الله لغو الايمان والغو فيه لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه والغو فيه تبغى بانت من اللغة يعني قايلدي في بوقي وهو الهجر دبهمت هجر الكلام دبي لفول مامتوتا نامي قدان سلادي دات الدبا نتها كاناتين هجر يدنين هجر الكلام ومن التفاسير الشاذة ومن التفاسير الشاذة وردو جرا وهجروهن في المضاجع من الهجر يعني غلظوا عليهن القول أما الرفسة فابعانني ورمدو جرا وهو من التفاسير الغريبة مغماني ألغوا فيه يعني تبوغا بانتي تقال لي أما دبي لي تشلو الرغ وأنا كنت أنت أتيمتي ما تقول تشلو الرغ لأن القرآن كان جلس سيسان هذا من الهجر وهو من الفاحش كانت دوبا إسين مو أم بانت والغوا فيه تبوغا بانت نمين لقين نمينون لقين إسالين لقين فتنا نم لقين فتول لرى تبوغا بانتي بوقي كان الرغ مشغوليا لضا لضان من أسماء جهنم مخالج جهنمات تك كلا إنها لوى نزاعة للشوى تلظى فأنذرتكم نارا تلظى أي تلتهب تلهب يعني نار تبوبيت تاكنات تلظى بوباي إبدا سنيني تلظى إلى ننسي يتلظى بهذا لقى لقيا باب لقيا اللي تلقى أجرا ولما توجه تلقاء مدينة أي تجاه مدينة بانا قرم مدينة كفول اللي تديفت بانا من تلقاء نفسي أي من جهة نفسي من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إليه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أن أفر ما بالله بدلين نندا وجهة نفسي تيار بدلين نندا أبان قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتلقى يعني قبل ربيت الرافور بانا أكمين فتلقى آدم من ربه كلمات هي أكمين آدم الرافور تاتي أكمين ربنا الرافور تاتي ها؟ هي ما انت فاعل تلقى ادم ما هي يعني فتلقى ادم انه ها
فتلقى كلمات من ربه. كلمات من على بغض؟ كلمات ما عرب كلمات هي المتلقات إيزي والنفرة تنام مكانا أيه. كلمات كلمات موضع مفعول ولدت. فتلقى آدم كلمات جار مجرورة من ربه جار مجرورة. كلمات عادي ما جمع مؤنث سالم نصب عن ساتو يكسر ارتي تسون. خلق الله السماوات فا جمع مؤنث سالم نصب عن سلارتي تيو مفعول ميدي سي نصب عن كسر ارتي تسون ما منصوب بالكسره. دوبا فتلقى آدم من ربه كلمات وجهت آدم فعلت شتي كلمات أتني مفعولت شتي سواء الكتبان كان آدم هو الذي يتلقى وما تلقاه هي الكلمات. على القراءة الأخرى آدم مفعول وتلقى آدم من ربه كلمات وجاسين كلمات تاتي كلمات فاعله وتلقى كلمات آدم كلمالين ربي كن نف ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تاني رب مسر رافود حكايات. فتلقى آدم قبل بانا ومنه اتلقونه وجيسا ولرا فلتن تلقين كانوا ولرا فلتن تلقى فلان من فلان بكذا سولرا فلتن انتك سولرا ضد برسدا. لفيا الفينا جرا الفينا اي وجدنا الفينا اي وجدنا الفينا عليها بانت بوتي ونرقى دقرقى كنا بانتي ونرقى دقرقى كنا بانتي إنهم ألفوا آباءهم ضالين أي وجدوا آباءهم ضالين ألفا كذا معنى وجده. لو يلوون يلوون أن يقلبون قرقل شتبانا وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب يلوون أن يقلبون ألسنتهم بالكتاب الرابعان القرآن كي آيات دي القرآن كي تاتوغلاتة تسين أخريتاني قرقل شتبانا يعني كم فيتي وقريتا كم يوفيت الله أخريتي كتبتو جتي. حرف الميم ملأ الملأ والأشراف الملأ وهي كثيرة الورود في القرآن الأشراف بانا ورا إلا ما قوت كأشرافتي ورا كقون كيساني. مقت مقتا بغضا بغضا بانني أي أشد البغض بانا ولبت بغضي بتي بغضي أما سجد جبات مقتيدا. إنه كان فاحشة ولا تنكح ما نكح آباؤك من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا مقتا النذا يكون مان أي بغضا شديد البغض. أما وأن همت جبا كي تدلل كي تزايد لن سويت همت كم مقت المقت شدة البغض والمقة شدة الحب. مقان شدة الحب والمقت شدة البغض. مشج أمشاج نجرى من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا اختلاط بانا والتدى الدرهم سن أمشاج سن بانا أمشاج من نطفة أمشاج أي من نطفة أخلاط اختلاط أما تولت درهم تسن بانا. واحدها ماشاج وماشيج وميشاج تكون إذا كنت أختم تأتي وهو هنا أرموا بانا للاختلاط النطفة بالدم أقول نطفة تاني في ديجي والتدود كأنه والت إني تكتو كم بانا نير كأنه والاختلاط إمشاجي إمتشج فلان بفلان يعني اختلط فيه ما والتدرى ميسون بانا. مرج في قوله تعالى مرج البحرين يخلى بينهما
ربيني الدور هيك ولتنخي لا بيتو ما رجت الدابة أي خليتها ترعى وجهت ما رجت الدابة سينا لأن وجهت نورية لا باتي فرع ونعنيات وتهدد كيسيني ولتدود ككونا تنسل ديم كان كونا سن دي بي دي مينا ممقا النساء قليك سارقتون النباي وقيل خلطهما وجهن ولتنخلين لأن رأيتي يا فريات وجهن ولتنخن وليني هيدو تي لابان هذا مرجون مريج جرا في أمر مريج في بداية سورة قاف أي مختلط الرنتي دولا ولتي دولا الرنتي ولتي دولا دكا مختلطة كاكنا الرأسا وجرت موج في موج كالجبال في موج موجي ورد في أكثر من آية وقيل لابنه وقيل دا نوح وقال نوح لابنه يا ونادى نوح ابنه فقال وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب موجي ما بان مضطرب واني انتين كمضطربة كان هذا موجدا موج بحرين بينا موج بحرك كان هاي ديلين سن الرود يفتسون هني خير كيسة كإني تنقلون كأنها كان أنت تتون ولفظ موج أصلها في الاضطراب المان انتين كا ويان كامل واربيو في تكون هني هذا مايج يعني كا ككو قديم كسوتشو كا واربي هيركينا ما زوا أفنك نما يري لموماني يا موجز نمره قاعيس كاتو ديسو جرتو مولكي لمومبا المولكي سون بسان ددي ما كان كندتا أكا هذا هو الموجو مسح المسيح لفظنا المسيح في أكثر من آية في القرآن الكريم المسيح عيسى بن مريم في اشتقاقه ستة أقوال ولا رقد فولا قولك جهجرة إحداها أن تكون مبالغة تكون سيكسي مبالغتات فيكون معناه يمسح المرض عن المريض عن المريض يعني لكوب نم لكوب غبرة إني أخوه أكنا نيوبانا مسخان لوججرة مسخناه من نروف قالتي ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لطمسنا على عينهم مسخناهم أي جعلناهم قردة وخنازير إن مسخن إن بدلن يعني تبديل الذاتين مسخيرا مسخه بكذا يعني ربي تكسب بدلا ما كسفوا لنا كسوا شنيبانا مردوا جرا وآخرون مردوا على النفاق عتوا اتججبات يعني ما ماردين فيه يعني منافق نمذا ات متجبين تخبت عتو التركابت يعني ومنه ما كعتوة سوان كجرا مريد نجرا شيطان مريد أي مارد كعاتي كشديدة بانيا مارد اللين خارج مارد مارد في بداية الصافات مارد أي من مارد من النار أي من خارج يبدأ بقاسك رقبوس بانيا وهذا الأصل واحد مرد مردان بانني مردة الشياطين رسول رب الرامتا أعوذ بالله كان يتعوذ بالله منها كيسك متجبا كشيطان نمدي سايو كيسا درجة فقوله مردوا على النفاق اللي شيطان نمدي سي نمنافق نمدي سان كيسة الرفق كيسة فقات كيسة عتو ونقبت ماردين أرتي اللي كبو بئيسا بيتان ديرات خوفا أرب خوفا قبافتي خوفا لول سنبانا صرح ممرد من قوارير ممرد أي ملمس كاسمي الدبن ملمسة تلميس يعني سيبسان سيبسان والتخيل جن ومنه كممرد كان كسيبسان كان
وان كجرا سبب زين ما انكم سبب 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 ونقول سبب بدا سيك سامي تو نقول وان سببا كان 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 ميرت سرين قاتو يو نسيك سني وان سليتي دي بنسيك سري بي دي زون ألف ملسى سوري هذا من هذا الباب ومرة دي مملسة سوني سكيك ساسوني ومنه الأمرد الأمرد دي كاريتو كل ينقمني بغوني سابادو سكيكتو وشجرة مرداء موكا مغرين قبن كبادو نلني غروب سيغو كما برنجر امردا شجره مرداء فنو كل القران كيس نجر لكن استطرا داف فين مجد المجيد المجيد الشريف الذي يزيد على كل شريف قران مجيد والله هو المجيد مجيد جاء وصفا للقران ولا مجيدي هل جاء وصفا لله؟ القرآن مجيد وصف القرآن وصف ذو العرش المجيد وصف القرآن وصف ذو العرش أي على القراءتين طبعا دي اسم قراءة لما كيجرا ذو العرش المجيد جنو آخر يعني معطوفة على ذو أما صفة لذو وجد العرش المجيد آخر يعني لا صفة للعرش وهي قراءتين سبعيتين وجاء ذو العرش المجيد ولن أنها اسم من أسماء الله ولا شك في هذا لكن غير هذا عندما لا يرى عندما يقرأ فقط ذو العرش المجيد مجيدي من أسماء الله جرى القرآن كيس هذا الاختبار الذاكرة ونحن نعم شفتم مع عبد المجيد اتفافنا يقول لي عبد المجيد مع عبد المجيد مجيدي وغير من أسماء الله تأكل مدن سامي أين هو؟ نعتمد على هذه القراءة. العشر مجيد من أسماء الله يعني ولا كلام في هذا. أيضا وارد في القرآن وفي السنة الصحيحة. قرآنك تام قراءة الله من راولتي تنامتي أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. صلاة دي في صحيحين صلي النبي وجاء ذكرت إنه حميد مجيد دوبا مجيدي من أسماء الله ولا كلام فيه وتشغيب من يشاغب أن هذا وصف للعرش ووصف للقرآن وليس وصفا لله لا معنى له إذن أيوة مسد من مسد نجرة في سورة المسد قيل وايدا سلسلة ندن وقيل وايدا لليفون مرة سلسلة أي فضل سلسلة وجدني برتيتاتي لي في اللي نجدني عادة عادة لي في الرمل أخصها كتاتي فوي يقرا لخمسة سيدة ربي وان جبدو لي في وعادة عادة لي في الرمل أخصها عادين مغونغو كان مكين عادين كان الليف لنين هذا المصنوع من الليف مقالة مقالان انجرتو يو المقلون في المقلون لون قران كيس انجرتو كلمة عايز تفسير سيلين بوا غبتي وهي ساقطة فإذا لم تكن ساقطة فاسقطوها يوسين انجر لك يسابوسا يو لأنه كلمات قران بربادو جر ما هذا مهادا نجر أي فراشا بانان غوغوشي بانان ألم نجعل الأرض مهادا فراشا زين توتشيني فراشا يعني تتفرشون فيه يمهدون جنا لأنفسهم يمهدون أي يطئون نفتي سانتي دياريتي بانا نفتي سانتي مهاتفجتي نفتي سانتي فراشفتي مددا جرا يمدونهم يمدونهم أي يزينون لهم الغي يعني بلسة ملاقستيف بلسة أخفور ملاقستيف وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي يزينون لهم الغي غي كم ملاقستيف بل بديت ملاقستيف في بانا ما يدا
ما يدا والنجرة أن تميد جرا أن تميد وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أي تتحرك وتميد ما دا يميد يتحرك والنما رواسي كان كي كانيف غورول كان كي كانيف الله تميد يسينون سوسوتون يسينون تحرك ما خرا مواخر جرا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله مواخر سندوبم جنب مآخرة بانا مفردة سي مآخرة وهي التي تشق الماء بصدرها بدي بساني عبد سيتي انترصافت ترى مآخرة دنين يعني مراكب تبدي كي ياتو تابد يعني بسانك قرب وفتي كي ياتم بانا مآخرة سنبانا مطر أمطرنا في العذاب ومطرنا لهم في الرحمة وهذا مر معنا مر لو نور قبيه كناني أمطرنا وجسين رباعي سين تتقسين عذابه ومطرنا وجسين ثلاثي ذات الله أقصى الرحمة وأن القرآن وجين بكيبان كان حديث كان بان غيثفة كان يدا أمو مطري وأمطرنا عليهم مطرني أقير قدك ربهم بانوا في العذاب بان مرر ذو مرة فاستوى ذي قوة كقوة صاحبة كير صاحبة مران يعني مكتملة كإجو لا تحل الصدقة لذي مرة الرسول كربي صلى الله عليه وسلم في صحيح يعني نمر ريقب كشغيفتين دوك كنا قلني وتقور نيمت مستمر في يوم نحسب مستمر يعني في يوم نحسب مستمر أي قوي شديد فأولجك إجك ججباتك مستمرك قويك شديدك مبانا قوي بشديد اللين أوصاف للاستمرار وليس التفسير للاستمرار استمراري هو أول الكاقبك أقرين جسين قوي نمو ونيجين ولا الكاقب كنيني إرين كيجرت دبيشين وجسين وقرين جنة ولا الكاقب إرين كيجر شديد اللين أكاس وجسين ولا الكاقب كدقيقة وكاتل بنات سين كنيني سين ولا الكاقب سين شديدة وشديد وجسون سين لين دوبا التفسير باللازم مكر المكر الخديعة مكريني أما خياناني خديعة بانا أقرى بانا والخيامة بانا ولا يحق المكر السيء إلا بأهلهن أكسبانا ومكروا مكرا كبارا للين يعني مكرسون خديعة سنيف خيانة سنبانا تمور يوم تمور السماء مورا أي تدور بما فيها وأنا سيني وان كيجراتي ولين والوريق دخاسين تتمور بابكي مور اللين وهو الاضطراب والحركة أما اللي إلى الآن لا زال الباب في هذا الباب تدور بما فيها وان كيجراتيني ولين وريق وان كيجراتي ولين سين كامل لوريق دخاكنا ميز ليميز جرا ليميز الله الخبيث من الطيب أي ليخلص أقرب بيه قرباسه طيبة أما كان إني قربا استخلص التبدا خشو وامتازوا جراء وامتازوا اليوم أيها المجرمون يعتزلوا يعني قفا بها بانا مجرمين تيسان قفا بها نمر بها تكادوا تميزوا من الغيظ تميزوني تشققوا أقسين ترسات جيت دلسوا جبين أقسين ترسات كاقنا جيت مططا يتمطى جرى باب مطط أصله قيل أصله يتمط أصل كنساء يتمط إليه يتمط من طادين السدي لأنه طادين توكين طادين توكين ستتغامى قبت تسديس واللين دي تيت يتمط فأبدلت لام الكلمة لآخر الكلمة بانني حرف علة بدلا يتمطى كسين تاتي تاجت الله ما ولا ملك كسني تيجيتان عرف إلا بدلة وصندوب يتبختر أي يمشي الميطاطا يتبختر وفين قد كبير كين دي مبانا أي يمشي المطيطا أو المطيطا يعني دي ما كبير كسني مطيطا لنين وهي مشية فيها يسين دي ما كيسي سيجر يتبختر وفين قد النجر وهو يقولنا أن يلقي بيديه أقولنا أركسر الرأس ويتكفأ كذو بنوف قد وأركسر الرأس دو بفين قد ديما كبير كسرين مطيطاء لنية سبحان الله متك متك إجرى متك قرئ شاذا متكا
إسي شهادة وانا أخرى متكن إسي متكا إنتين متكن أخرى يد وهو الأترجو إنه جاسو نترج تاء وقيل وايد نترج جامدي الزماورد زماورد لنيد وجاسيني شهادة سن أم متكا يعني إسي قراءة صحيحة ومفسر ما هذا من باب الاتكاء ويتركتشة تاني نفنين متكن تاني الرجتين سي شرح متكيها ماني متكن أترج وهو نوع من أنواع النباتات الطيبة ما هي اللغة القبطية كيسا قد ينفني هذا كلام زماريد اللين زماورد اللين طعام يصنع من بيض ولحم سيقال نوع يصنع من الأخصى قبط وكنتفا فونفا كولت داران كان زماورد اللين دو متكن متكئين فيها على الأرائك يعني متكين فيها على الأرائك قرآن أقريته وأن سريرين رنياتي بانت سيقال لي سنياتي بانت وترج لين نبات طيب الريحة كدنساك رسول ربي صلى الله عليه وسلم إن مثالين لقارئ القرآن مثلا المثلات جنا المثلات العقوبات بانا واحدها مثلة تكون سي مثلة لني وقيل الأمثال بالعبرية أمثال لنا عبرية عبرية النهاية قمان تتم سين عربي والنسين تاتو المثلات المثلات العقوبات تاتي كيف الآية في الرعد وقد خلت من قبلهم المثلات يعني العقوبات نا عقوبات درق الدبر تيبان تورسون مثلاتي سادرق الدبر يعني وردرا فكلنا أخذنا بذنبه ومنهم من أرسلنا عليه عاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا عقوبات لسو جفتنا ذلك دمر تيبانا مثلاتي عقوبات لسو إرتالا لتوبانا وحدها مثلة وقيل ألمثالوني بالعبرية لني ألمثالوا بانا بالعبرية أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما أمثلهم ممو أعدلهم بانا كيسيك إرى أعدله كيسيك إرى عدالة دياتو غير قيلة بانا ما لا لا ملة جرا ملة إبراهيم حنيفة مرورو قدور ورطقران كيس أي دين بانا دين إبراهيم بانا هذا ملة إبراهيم يعني دين إبراهيم بانا ما هلاك المهلي جرا وتكون الجبال كالعهن يوم يكون الجبال يوم تكون السماء كالمهلي كالمهلكم من درديري الزيت سينن درديو الزيت دردي زيدة دردي ما نمو عكره عكري زيتة عكري ما نمو ما يتبقى أسفل الزيت بعد التصفية يسمى درديا سليد وجا صافية نقشنا كالرقدف كانين درديا دردي زيدين زيتين نبانو سليد دردي سيسين المهلي ما نبانا سمدين اقرأ كستاتي وان اقسي كنقاك سفولينا اقرأ كشنا كنولت كدفا بانا كعكرة عكريسة أما درديسة محل المحال المحال العقوبة بانا وهو شديد المحال شديد العقوبة سبحانه وتعالى كعقوبان سأقده يجبدوها كان بانا وقيل الكيد والمكر كيده مكري لنا أيضا يقال محل فلان بفلان ابن تبل محل يوجسين يعني سعى به إلى السلطان وعرضه للهلاك وجاني وشايع راجي سكر بخور كي عندك أما مسؤول لك وشايع رد قفسي سه أجلس حالي كان الرشقي وجاسوني محل به يلا نمكننا نمكنني يجي سيا منا ولا نجاي بنا مكان مكين مكين خاص المنزلة في قرار مكين يعني منزلة خاصة بانا ولا مكينة يتمكن فيه إنك اليوم لدينا مكين أمين أي ذو منزلة خاصة مكيني ولا يتمكن فيه الإنسان ولا نبي تتيفتشاهب كان ممكن أتخب كان مكينة دنين
ولا لم يكن تي سمتي تاتيف مكناهم ثبتناهم ان تمكيني نبانا التثبيتي الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه والرجان يعني تمكيني نيف يعني نو تثبيتي نيف لفجة تشيف نيف وجا قال أقول لك يجر قول لي أقول كين ديمو جرتو تثبيتي نجر أما وجا سين أركسي قسين تي سين قبطة تيتو وجا سوني كنا نيف ما مكنني فيه ربي خير أي ما مكنني وهي قراءة أخرى ما مكنني فيه ربي خير وربيني تمكينيف كربين كنيفي بانا مكانتكم أي مكانكم مكانتكم إن كيف الآية اعملوا على مكانتكم إن عاملون أي مكانكم إن عاملون كسنتي تنكنت تانو اللي وان كيش خيف النبانا متنا المتين والشديد بانا إن كيدي متين مثلا إن كيدي شديد إنه هو الرزاق ذو القوة المتين أي ذو القوة الشديدة والمتين الشديد متين واني متني غبك شدة غبا يعني مزن المزن السحاب دو من سبعنا مزنه أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون إذا أنت دو من سرى قبوسي أم نو قبوسي بانا معنا معين نجرى معين جار ظاهر معين بسانياء كمردتا كان معين دان قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا في الأرض كبزان كيسلف كيس أبدا كيسلف كيس ترابة كيسان ردمان غور ردما كيسان بيسلف كيس ردمان فمن يأتيكم بماء معين بسان مردتك ياء إنت سنيروفا الماعون ماعوني تنمو عجيبة شرحين قالت ماعوني وير كل عطية ومنفعة في الجاهلية وان كمو كولي كنن كولي وين بهن جاهلية كيست وفي الإسلام فالزكاة والطاعة إسلام مدي كيس الزكاة طاعة بانا يرمعوني معوني الحاجات الضرورية معوني فاعول من العون أجيسين من العون وان أديكسة كنما عوننا ما تاك نما كالمية كجيكوني معان وان عونيسة معونة إليني معونة شوفين معونة والنول لالك يستي ولرفولة كنت معون ولا معونتي بتتنيف بان معونتي وان يستعان به على قضاء الحياة على هوايج الحياة دوب وان كالمدينة ما تأسون شفتم الحاجات الضرورية سنيني معوية لنيني وهو الأصل وهو الباقي أيضا إلى يوم الناس هذا ويمنعون المعونة يعني لا يتصدقون بانا وما تكون بافتو أما ميه معونتي جيرانك اللي ننجيتو بالأشياء الخفيفة منه أيوة وقيل بالعكس معونتي لورتي يعني الجفلة يسرقون يعني لا يعيدون فيكونون منعة المعون مدنا مديا اسم أرض مديا مخالفين وزنها مفيل وزنها مفيل سينن وزنها مفيل هل هذا صحيح؟ مفيل اوكي سنراجع وزن مفيل يمكن مدين سني على كل في إشكال سنراجع أكثر وسنعود لها مدين إنه وايد أم اسم أرض مخالفة وإلى مدين أخاهم شعيب ربهم بانتاني مخالفاتي وزنها مفيل وإن كانت من دانا فوزنها مفعل إن كانت من دانا يدين فوزنها مفعل وزن سجس مفعلتين وتصحيح يائها شاذ قليل أجي هذه نسي السلكي كيسيني صحيحة شهذا لقليل كمدينة سيني تحت وجس من دانا يدوينو متي من دانا لا يع فيها يا هذه نسي السلكي متي بعنا من دانا يدوينو جسين تحت من دانا يدينو فهو مدينه وهي مدينة
وتصحيح يائها شاذ قليل. والقياس مدان قياس سيلنا مدان الأنين مدينة متي أجسني مفعل أيوة وزني مفعل معقول مدينة باختصار مدينة قرآن قد وفت مخالفة محنا فامتحنوهن يختبروهن امتحنوهن يختبروهن بانا ما نانا المن شيء حلو يسقط في السحر على الشجر وقيل الترنجبين مني واميوفت وقتي أجام إرابو ذا كان مكر رقبو سيد أما اللواء يلي ترنجبين لي ترنجبين نوع من العسل أي سائل حلو بانني وأن ياءك ميا وكاك ملابا بانني مني نعمال لما ربيني بنو إسرائيل لكن كسقلين دابتنا سقلتنا دايدنين المن والسلوى من نسندوب وانا ميوفتو الكن قبو سنيفي قويا كامل سينو رانولتو كاكنا ملاب أما نوعي ملابا انتكا أما ما يراني ترنجبيني نبان كان ممنون جرا أجر غير إن لك لأجر غير ممنون غير منقطع لهم أجر غير ممنون مقطوع غير ممنون غير مقطوع كإن كن هكنا كمن قبل يعني قطع كم من يعني قطع محص يمحص يخلص بانا يمحص وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين يمحص أي يخلص خالصتك المؤمنين كيس تمحيص ربهم كيس قف باس مخض المخاض جرى في القرآن فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة أي تمخض الولد في بطن أمه يعني مخاضي أنا راسني لذلك سكفورا والناس من أقصو جرت تمخيض مخاضي لين وان كيس قبها سود وجمع قربان كونين المان كونين جاغنا عدك قدمتك كيس قدتك كيس قدتك تمخيض وجمع مسين للإنسا دي بيت كام مسين فولندي قبتير أن كون قم مخاضي موجر قد يكون ولدا قد يكون بنتا قد يكون ميتا قد يكون أموانسين ومخاضيكم باس وجرات بين دوبا تمخض ماني فولد فأرا تمخض الجبل فولد فأرا يعني قد يبتي قلنا أنا مخاض قلت إيه دوبا نكي سكتشيت ويو عندي قطوك نما انقلين متع متاع متعة متاع الحياة الدنيا أي متعة الحياة الدنيا بانا راحة الدنيا بانا مضغة مضغاجرة مضغان لحمة صغيرة فندق قدوكسين سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ سين قدر كي على الشاتوكو وأن ميتوك على الشونك تكا تناف مضغة تباسن ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ملقى إملاق إملاق فقر ولا تقتلوا أولادكم خشة إملاق أي خشية فقر بالجبين أما فقر ليش دردي سيتي المان كوتينا بانا إملاقي هو الملق وهو الماء وهو الفقر وهو الحاجة وهو الجوع بانا محق يمحق يمحق الله الربا ويربي الصدقات أي يذهب الله ربي نديم سسابانا ننفود بانا مسس لا مساس جرا لا مماسة بانا والقبتشة ننجرت والتخا ننجرت بانا أن يتماس من قبل أن يتماس في أكثر من آية في سورة المجادلة كناية عن الجماع بانا وأن كفارك الرفل أسون قبل المسيس والتخين سدورة تقسيني باسته مسي أما ريفوكاني من هذا الباب من قبل أن يتماس من المسي من المس لكن تنمي أركان مول انتخية الإنجيل وبكى سين كفارها باستوتي تماسة مفعلة كنات من المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس من الجنون يتخبطه الشيطان من المس أي من الجنون بانا جنين تبوي وريرس مكاء مكاء نجرا مكاء اللين صفيرا بانا فيه يصفر أفان أفور سنين كافير سنين سنين مكايرا ما صفير لنين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية تصدية لين قوان قواركا أركو لنان سنة
سفير اللي مكايل اللي قوم قوافاني ومدي باشالو نفسي ما لي شيخي ونفني عبادي سجون نفني ما لوا أملا لهم أملا لهم أي أطيل لهم أملي لهم أملي لهم أي أطيل لهم المدة أملي لهم فأملي لهم إن كيدي متين أي أملي لهم أي أطيل لهم المدة إن مدة ديري سافي بانا ما خود من الملاوة وهي الحين ملاوة رقدي نفني سيلين وقتين أملي لهم أي أعطيهم مهلة أعطيهم ملاوة أعطيهم حينا من الوقت بانا يعني وقت درافي بانا وقت يقانين مطوى يتمطى جلا يتبختر مثل سيلين نانو قبية قيل يمد قيل يمد مطاه في مشيته في مشيه دي ما سكي سمطى إسا دليل سيدا والمطى الذهر مطى لين دوك دبانا وجد يبدو قد يدري رسوبانا وجد قد يدري رسنين أنا بدأت جيتا قبها تبدأ مانك بركي تويو تامتا تاريخو بانا تان تانو يتمطى تان ريفو اللي نانو قدمي أكرو مانو قدمي أما وانا كان دياتا وهي تكرير ما روى المروة جل جبل إن الصفا والمروة من شعائر الله ما نوى ومنات جل صنم من حجارة كان في جوف الكعبة لك أشتوك الرئيسين صلى الله عليه وسلم فتدوب كعبك كي يتكن عبد جناياتي ما رأي مرية جرى فلا تكو في مرية من لقائنا فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء مرية شكي إران شكني بانا فلا تماري فيهم أحدا أي فلا تجادل لم تقل لرول دودنا من المراء دودي يعني فلا تماري منهم فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي منهم أحدا تماري بمعنى لا تجادل الرندودين نبانا تمارونه أفتمارونه على ما يرى وهي أيضا من المراء تلين دودم تابانا أصل كنسي سنو أما قال شوية تستخرجون غضبه أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما كيف لا أفتمارونه أي أفتجادلونه وأنا نرجو جرد الدليل أو أفتستخرجون غضبه استحفاظتني دلنا سوي ذاك يسقباس وجرتني على ما يرى وأنا نرجره ما يرني أول جدال أنتم أصل كنتوا كما مراء كان غرفته مني الأماني الأماني التلاوة والأكاذيب إلا أمانية ومن ومية إلا أمانية يتلون الكتاب إلا أمانية والر يهودي في البقرة إلا أمانية أمانية والرأس وان بنا التلاوة والأكاذيب آخر يسير أخذته بين ديسين الرشيكيت وهو ما يتمناه الإنسان وما يتمناه الإنسان ناس في باب الأماني نسي لكن أرثت والنبانني إلا أمانية وإنهم إلا يظنون أنسوني ونسي كتاب الرأخر يتويو أكسين فيت في تلاوة سيتيف أكاذيب تيسيت بين تيسين كتاب الرأيم توف أكفريسي كتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون أيوه ما تمنون أفرأيتم ما تمنون أي من المني بانني من المني سين المني أفرأيتم ما تمنون أي ما تمنونه أنتم من منيكم إرادوا بلا بانا تمنى أي من نطفة تمنى من نطفة تمنى أي تقدر وتخلق نطفة تمنى بمعنى تقدر وتخلق إرى قدرين إرى خلقين نطفة إرى بورا من نطفة تمنى أصل كن نما زيادة نما الشجر معنا زاد نطفة إرى زيادة يعني كرسيسا تدرنين من اللي أصل كن جاء أصلا من الزيادة لأنه عنصر بني آدم درهمان ارتراب بالله وتديمان وكلها من النما حرف النون نجنة أيه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.